السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي ثلاث قطع أليفات، ثلاث قطع. عندنا نثية وفحلين. النثية رقم واحد خليتها، هاي الطائرة مضمونة مبيضة، يعني مضمونة 100% مبيضة، يعني منتهي من عندها، وحتى قاعد تقعد بالعش ليها سيام صاحبة تقعد بالعش. هذا ذيلها مخطية، شوف شو مفتر من العش، طائرة حنينة كلش. جربتهن الطيور ياكلها من الايد، يطلعن برا القفص او ما يطلعن، ما نجرب، ما نقدر نجربهن لان طيور كلها قاعد تجي جديده عندنا. فهاي جربتهن ياكلها من الايد. هاي رقم واحد النثيه المبيضه، صورتها لكم هسه تشوفون التصوير مالتها. هذا رقم اثنين مخلف مو كبير، بعد ما نبدل الذيل صوت كلش خشن بي بدون توقف، كلش حلو صوته. هذا يعني تقريبا اقل السنه عمره، خشون تهم حلوة، بس ذيله شوية مخربط بعدها ما نبدله، بس ذيله عيبة. زين، صوت حلو كلش خشن. والفحل رقم ثلاثة، هذا مضمون 100%، مضمون 100% للأخير. هاك ساعة شوف هذا قام يزاوف على هاي النثية، هذا الفحل المخلف. بعد شلون قام يزاوف؟ قام يزاوف على هاي النثية، لأن هاي جاهزة للتزاوج. شوف، وهذا مخلف بعده وقام يزاوف. المهم، هذا الفحل مال محمية وصاحبه مطلع من عنده وجبتين أفراخ. فحل حايل تقريبا عمره سنتين، في الشي كلش راقي، خشونة فول مالته، بعد ذيل مالته عود قاعد يدرج بيه، بعد جمال مالته فحل كلش حلو. لسانات صحيحة وعدلة 100%، لكن ما قرأ عندي لين مال يوم الصبح، حتى خايف ظل قاعد بالقاعية مال قفص، يمكن ذبل لساني أنا وثلاثة علبست مو بالقوة، بس اللسانات صحيحة 100%، ما بي أي غلط. طير مال تزاوج اللي يريده للتزاوج، لين مضمون مطلعين من عنده وجبتين. هذا فحال خشونته كلش حلو، هذا رقم ثلاثة. وهذا مخلف ودي يزاوف، باعه هذا المخلف دي يزاوف على هاي النثية. والنثية الصور والله اعلم شايلة بيض او ما شايلة، والله ما اعرف، هي شوية عندها المخرج مالتها نازل عبالك، بعد الله اعلم. تحياتنا لكم.